عندما نعيش ذكرى الزهراء عليها السلام فلا بد لنا أن نتعرف صورة من هذه السيرة الطيبة العطرة، لأن المشكلة عند الكثيرين منا الناس أنهم لا يزالون يذكرون الزهراء عليها السلام بالجانب المأساوي، ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء في مسألة أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقله. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد ما يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي، الزهراء هي زوجة علي عليه السلام، وهي وديعة رسول الله عند علي، وهي محبوبة عند كل الأمة لما كانوا يرون من تعظيم رسول الله لها كما سيأتي. صحيح أنه عندما امتنع علي عن البيعة جاءوا وهددوا بإحراق البيت، وقالوا له كيف عم تحرق البيت إن فيها فاطمة؟ هذا مما يدل أن المسلمين يعني معقول أنت فاطمة بنت رسول الله بدك تحرق؟ قال وإن، ثم قال هو بعدين صحيح والصحيح أنه أنا هددت وما عملت شيء. مهم ليه إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان، أنتوا كلكم متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البسمار بصدرها مثل ما بيقولوا بسمار هيك مزنجر، ما بعرف هذا معقول؟ هذا فكروا شو بيقولوا؟ أن النبي أوصاه، يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها، في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول أنه اهجموا عليه فإن الرجل موصى. أدري موسى، معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله
أنك لا تدافع عنها. ولذلك أنا قلت يا عمي أنا والله هالمسألة ما مقتنع فيها. وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بدأوا يكسروا لها ضلعها غصب عنه. لذلك كانت الزهراء عليه السلام كانت قوية كما سنبين. بس أحب للناس لما يسمعوا شيء، لأن المهم عند الناس، عند كثير من الناس أنا بدهم يبكوا. كيف يبكوا؟ هذا الطريق، وإن كان حديث لا يقبله عقل. يعني أنتوا هلأ سمعتوا مني وفكروا بعقولكم، لو صارت معكم تقبلوها؟ كيف تقبلوها مع علي بن أبي طالب؟ واحد سمع بعض الخطباء في دبي من غير مذهبنا قال له أنت شو بتقولوا الشيعة علي بن أبي طالب جبان أو بطل؟ قال له كيف بطل وما يدافع عن مرته؟ كيف؟ خير.